السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن التوظيف. هو عملية إدارية تهدف إلى جذب الأفراد ذوي الكفاءات والمؤهلات وتعيينهم للعمل في المنشأة، وتمر عملية التوظيف كمرحلة من مراحل تكوين الموارد البشرية في المنشأة. لاحظا، عملية إدارية، عمل إداري منظم يهدف إلى جذب أفراد. في أنا بدي أجذب أفراد عندي لداخل المؤسسة، بدي أضمهم لمؤسستي، أصحاب خبرة وأصحاب كفاءة. أصحاب كفاءة يعني أصحاب شهادات علمية ومؤهلات علمية، وهدول الناس أصحاب خبرة، وتعيينهم للعمل في المنشأة. هنا نتكلم، تمر عملية التوظيف كمرحلة من مراحل تكوين الموارد البشرية بخطوات. أول خطوة هي خطوة الاستقطاب، ويقصد به استمالة وجذب أكبر عدد ممكن من الأفراد المؤهلين للتقدم للعمل في المنشأة، واختيار أنسبهم لملء الشاغر في المنشأة. أنا بدي أستميل وأجذب أكبر عدد ممكن من الأفراد أن يجي يتقدم لهذه الوظيفة وينافس عليها. طيب لماذا أنا بدي أجيب أكبر عدد ممكن؟ لكي أستطيع أن أنتقي أفضلهم وأكثر ناس مؤهلين لهذه الوظيفة، واختيار أنسبهم لملء الشاغر في المنشأة. إذ تتعدد مصادر استقطاب الموارد البشرية، فمنها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. إذن عملية الاستقطاب هذه إما أن يكون مصدرها من داخل المؤسسة، وإما أن يكون مصدرها من خارج المؤسسة. لاحظ هنا النشاط الآتي يوضح ذلك. نشاط 3، مصادر الاستقطاب. ترغب شركة الحرية لتدقيق الحسابات في توظيف عددا من مدققي الحسابات للعمل في فرع غزة، علما بأنها تقدم خدمات التدقيق في مختلف محافظات فلسطين. وفيما يأتي مجموعة من مصادر الاستقطاب المحتملة للحصول على احتياجاتها من مدققي الحسابات، والمطلوب تحديد مصدر الاستقطاب فيما إذا كان داخليا أو خارجيا بوضع إشارة صحن في المكان المناسب. لاحظ هنا عملية التوظيف تمر بعدة مراحل: الاستقطاب، الاختيار، عملية التعيين. لاحظ هنا عندي حالة الاستقطاب ومصدر الاستقطاب. ترشيح نقل أحد مدققي الحسابات من فرع لمرة لفرع غزة. نقلت واحد من فرع رام الله، نقلته لفرع غزة. هذا مصدر الاستقطاب داخل، أي من داخل الشركة. نشر إعلان بين العاملين في الشركة عن حاجتها لمدققي حسابات. هذا الإعلان وين تم نشره؟ بين العاملين في الشركة، يعني أنا محتاج عامل من عمال الشركة، فهذا مصدر داخل المؤسسة. دعوة المتقاعدين السابقين في مجال التدقيق لتقديم طلبات توظيف، مصدر خارجي، هذول لا يعملون عندي. تنسيب تمديد خدمة أحد المدققين المحالين للتقاعد للعمل بعقد لفترة زمنية مقبلة، هنا مصدر داخلي. هنا نتكلم أحد المدققين المحالين للتقاعد. الاستعانة بخدمات مكاتب التوظيف والاستخدام، نتكلم عن مصدر الاستقطاب الخارجي. تصفح المواقع الإلكترونية المتخصصة في البحث عن العمل، مصدر خارجي. الحصول على قوائم خريجي المحاسبة من مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب، أيضا مصدر خارجي. الاستعانة بخدمات جمعية المحاسبين الفلسطينيين، يعتبر مصدر خارجي. أي إذا كان المصدر من داخل المؤسسة فأنا بسميه مصدر داخلي، أما إذا كان من سوق العمل خارج المؤسسة فبسميه مصدر استقطاب خارجي. نستنتج مما سبق أن مصادر الاستقطاب للموارد البشرية متعددة، ولكل مصدر كلفته الخاصة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. لاحظ هنا، إذا كان مصدر الاستقطاب داخلي، أي من داخل المؤسسة، فكلفة الاستقطاب تكون قليلة ويسهل تحديدها. يعني أنا عارف أنه هذا الموظف عندي وبيعمل عندي، لكن أنا نقلته من قسم إلى قسم آخر. يسهم في تعزيز وإذكاء روح المنافسة بين العاملين، بصير العاملين يتنافسوا من يحصل على ترقية أعلى، من يحصل على وظيفة أعلى. يسهم في رفع مستوى الروح المعنوية لديهم، في حين أن عملية الاستقطاب إذا كانت من مصادر خارجية تكون كلفتها ستكون أعلى مقارنة مع تكلفتها لو كان من الداخل. لو كان من الداخل بكون هذا عندي موظف من الداخل، وهذا رفع مستوى الروح المعنوية لهم، لكن هنا بنتكلم عن تكاليف أعلى، لأنه هذا بده راتب جديد وأنا استقطبت شخص من خارج المؤسسة. تستغرق فترة زمنية أطول. أنا إذا كان في داخل المؤسسة تم عملية نقله من قسم إلى قسم آخر، لكن لو أنا بدي أجيب واحد من برا فبدأ تمر بعدة مراحل حتى أقدر أني أوظف شخص جديد. فقد نحتاج لعمل برامج تدريبية للموظفين الجدد.
يعمل على رفض المنشأ بأفكار وكفايات من خلال إدخال طرق وأساليب جديدة في العمل، يجعل مجال الاختيار أكثر اتساعاً. أنا بستفيد من خبرات ومن تجارب جديدة واندماء جديدة تدفق إلى داخل المؤسسة عندما أوظف أقوم بتوظيف من خارج المؤسسة. يحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، الجميع في سوق العمل في المجتمع يتنافس على هذه الفرص. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهي في مرحلة التوظيف. بعد عملية الاستقطاب نحتاج إلى عملية الاختيار، وهي عملية انتقاء أنسب المرشحين من بين المتقدمين لشغل الوظيفة بما يتلائم مع الوصف الوظيفي للعمل المطلوب. الآن أنا استقطبت أكبر كمية ممكنة من الأشخاص، الآن جت مرحلة عملية الاختيار. اتقدم كتير من الأشخاص، لكن أنا بدي أختار أنسب هؤلاء الأشخاص للعمل المطلوب. تمر عملية الاختيار بمجموعة من الخطوات المتسلسلة، والنشاط الآتي يوضح ذلك. الآن إلى نشاط رقم 4، خطوات الاختيار. فيما يأتي خطوات عملية اختيار الموظفين مبعثرة. الاختيار الأولى عقد الاختبار التخصص، القرار النهائي للاختيار، تقديم طلب التوظيف، دراسة الطلب المقدم، إجراء المقابلة الوظيفية. المطلوب التوفيق بين الخطوات وإجراءات تنفيذها من خلال كتابة اسم الخطوة ثم ترتيبها بشكل مسلسل. نبدأ الآن مع القرار، نبدأ مع تعبئة المرشحين النموذج الرسمي للتقدم للوظيفة. 1، أول شيء أنه أنا بدي أعمل عملية تعبئة المرشحين النموذج الرسمي للتقدم للوظيفة. بعدين بنتقل للمرحلة الثانية، فحص المستندات المقدمة والتأكد من سلامتها وصحة البيانات الواردة فيها. كل واحد قدم لي شهادات، وشهادات خبرة وشهادات جامعية، بتأكد من مصداقية هذه الشهادات. 3، قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لشاغر ما، والوقوف على مدى امتلاكهم للمعارف والمهارات المطلوبة. كلهم قدموا شهادات، طيب الآن أنا طالب مثلا ماجستير، كم واحد عندي قدم ماجستير؟ كم واحد دكتوراه؟ كم واحد أنا طلبت خبرة سنتين؟ كم واحد كاتب أكثر من سنتين عنده؟ فأنا بدي أعمل عملية فرز لهذه اللي هو الأشياء، بدي أقيس مدى تحقق الحد الأدنى. الآن المرحلة الرابعة، التأكد من مطابقة مؤهلات المرشح في طلب التوظيف مع المواصفات الوظيفية بهدف عمل قائمة مختصرة بالمرشحين. الآن بدي أعمل عملية مطابقة بين المؤهلات وبين الوظيفة اللي أنا بدهم يتقدموا لإلها. التعرف على الجوانب الشخصية للمرشح والتأكد بشكل مباشر من أهليته وملائمته للوظيفة، ومن ثم تأكد من سلامة المرشح وتمكنه من أداء العمل. لاحظنا بدأنا بتقديم طلب التوظيف، ثم درع منا على دراسة الطلب المقدم، ثم قمنا بعقد الاختبار التخصصي، ومن ثم عملية الاختيار الأولى، ومن ثم ننتقل إلى إجراء المقابلات الشخصية، ومن ثم نتخذ القرار النهائي لاختيار هذا الشخص. نستنتج مما سبق أن خطوات عملية الاختيار متسلسلة، تبدأ من تقديم طلب التوظيف، ثم دراسة الطلب المقدم، عقد الاختبارات، الاختيار الأولي، إجراء المقابلات، ومن ثم القرار النهائي للاختيار. تقديم طلب التوظيف وتنتهي باتخاذ قرار التوظيف، تبدأ بالتقديم ومن ثم بالقرار النهائي، علما أن قرار الاختيار لا يهدف إلى انتقاء المرشحين ذوي المؤهلات العليا، بل إلى انتقاء المرشحين الأكثر ملائمة لمتطلبات الوظيفة. أنا ما بدي فقط هو مؤهلات عليا، لكن أنا بدي أدور على الأنسب شخص ملائم لهذه الوظيفة. ننتقل إلى المرحلة الأخيرة من عملية التوظيف، وهي مرحلة التعيين. بعد الانتهاء من عملية الاختيار بمراحلها المختلفة، يتم توجيه المرشح للكشف الطبي. بدي أتأكد من سلامته الطبية، فبيعمل كوميسيون طبي فحص شامل لكافة إذا كان عنده أمراض أو لا، وهل هو مناسب من ملائمته للوظيفة من الناحية الصحية، تمهيدا لصدور قرار تعيينه، والذي يبدأ بإصدار قرار التعيين تحت التجربة، ثم متابعة وتقييم أدائه خلال فترة التجربة، والهادف لتحقيق التمكين الوظيفي لاتخاذ قرار نهائي بتثبيته أو عدم تثبيته. بعض المؤسسات ممكن تعمل له عقد لمدة سنتين، عقد لمدة شهرين، عقد لمدة سنة، وهكذا حسب طبيعة العمل وطبيعة عمل المؤسسة وفترة الاختيار التجريبي. فبتلاقيه يكون تحت اللي هو التعيين لمدة عام أو عامين فترة تجريب. والله إذا كانت الأمور طيبة ومناسبة وكان أثبت كفاءته وخبرته وانتمى للعمل، فبكون هذا الإنسان يستحق التعيين. أتعلم التمكين.
ممارسة إدارية تقوم على إعطاء الموظفين الجدد المهارات اللازمة وتفويضهم السلطات مع تعفيزهم للقيام بمسؤولياتهم ومساءلتهم عن نتائج أعمالهم. لما هنا بنتكلم عن التمكين، هنا عملية إدارية إعطاء الموظف الجديد مهارات لازمة. أنا بدي أزود هذا الموظف الجديد بالمهارات اللازمة لكي يمارس عمله بكفاءة وفاعلية. بدي أفوضه وأعطيه سلطات وصلاحيات، زي ما أنا بدي أحمله مسؤولية بدي أعطيه سلطة وأمنحه سلطات أنه يتخذ قرارات ويقدر يمارس عمله بإنجاز، مع تحفيزهم للقيام بمسؤولياتهم ومساءلتهم عن نتائج أعمالهم. أنا بدي أحمله مسؤولية وبدي أحفزه وبدي أسأله عن نتيجة عمله لكي أستطيع أنه، لأنه أنا اليوم في فترة تجريبية فأنا بدي أعده للمرحلة النهائية. في الختام نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.